فترة يا حسين ورحمة أمي مع حالة انت بقى يا حالة مش هسيبك مش هسيبك يا ولد الكلب أوريك بقى يا ولد والله أنا مش ريشك على الفاضي السيارة السيارة هو إيه عايزين شبيته فيا الناس عايزين الناس يقولوا على إيه عباس ما عرفش يربي مش هسيبه أوريك البوي ده هيعمل فيك إيه والله أنا مش ريشك على الفاضي اسمع يا عبد الكلب سيبت الكلب انت هو إيه مش عارف أحكم البيت ده ولا إيه أنت ما عادش يخصني هاجيبه هاجيبه وابني من النهارده ماليش اخوان ورقة يا جامع عادل خد يالا ولا عادل يا لهوتي يا خبتك يا لبنى يا حظك المهبب يا لبنى يا اللي ما شفتيش يوم حلوة ابدا يا لبنى تند بطلت ليه عملت كده في اخوه مالكش فيه يابا واللي حصل حصل اخلص يا ابن الكلب يا راجس سيبني سؤال الدنيا كلها وبص لمرات اخوك يا واطي انت بتضربني عشانه يا حاج لسه برضه اللي فيك فيك ليه دايما طول الوقت تعلي فيه وتدهسني انا برجليك ماشي انا الشيطان وهو ملاك بجناحين بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان البت مراته هي اللي كانت بتلاغيه وبعدين هو مش كان قرفان منها ومش طايق يبص لها حليت في عينيه ليه ها عشان علم بقى رايتها ما يخصكش مراته حر فيها دخلك انت وبعدين يا ذكر لما هي كانت بتلاغيك ما وقفتهاش عند حدها ليه لقيتش قلت لي ليه بس عشان انت واطي واصلك نجس اكون طالع لمين يعني ما انا تربيتك اخلص يالا بتقول ايه بقول الحقيقه يابا ايه مالك متفاجئ ليه تربيتك دي ولا تربيه شيطان يابا ده من وانا في اعداد وانت مربيني معاك على سرقه العربيات وانها ما تحسسناش انك كنت مربينا في الجامع علام بالراحة على ابوك شوية ابوك مش حمل الكلام ده بلاش الكلام الحامي ده عليه امال يبقى ازاي يا لبنى ازاي وبعدين قولي لي مين اللي زن في دماغك ووسوس لك انك تطلبي الطلاق من عبد الله ما تردي عليا زي ما غالية قالت يابا انت زرعت واحنا طرح زرعك عمري اه قول مش عايز اشوف وشك مش هات من قدامي بالراحه على نفسك يا عباس قول خش جوه يوه حاضر يا اخويا